عليكم البنات، كديرين بخير؟ صحه لاباس؟ نتوما بخير؟ من بعد ما درت لكم فيديو على السر ديال وحده على وحده في الطاجين، دابا جيت نعاود ثاني نشارك معكم البنات السر ديال وحده على وحده بالبصله والقزبور. كيجي بنين حسن من الفلفله. كديروا فيه بصله قزبور السرديب، وانا غنوريكم الطريقه كي دايره، وانتم غتشوفوا راه كيجي بنين حسن من ما ديريه بالفلفله. راه كيجي زوين وعزيز على وليداتي، وجربوه وشوفوا على بركه الله. بسم الله. هانتوما شلطت بصله، انا جايبه غير شويه السردين، غير سكرو السردين درت فيه بصله باش غنديرو في وحده على وحده، ونديرو لالا راس المعلقه تاع القزبور. ما ديروش المعدنوس، غير القزبور بوحديتو. هانتوما ها هو، ونديرو شويه الملحه كله وملحتو، وغنديرو شويه تاع القزبور، شويه تاع البزار، راس المعلقه تاع البزار كيجي زوين بنين. ولو بغيتي كاع تزيدي شويه وراس المعلقه تاع السكينجبير. هانتوما هي ايوا. دابا غنخلطو هداك، نخلطو هادشي تاعنا. هانتوما ها هو، يزيد تخلط مزيان، يدخل لك غادي تاع البزار والسكينجبير والملحه والقزبور والبصله. واللي عندها جوج كيلو كيلو تاع السردين راه غتشوف، غدير كثر من هادشي، غدير غتزيد على هادشي اللي درت انايا. انا بحكم عندي غير كيلو تاع السردين بغيت نشارك معكم هاد الطريقه، درت غير هادشي باش نشارك معكم هاد الطريقه، وراه زوينه غتعجبكم. انت كتشتي البصله، انت شتي كي كديري ليها هانتوما، وكديري وحده على وحده بحال هكا. ومن الافضل ديريها شي 10 دقائق ولا نص ساعه قبل، باش هذيك البصله وداك البزار وداك القزبور يطلق ديك البنه تاعتو في ديك السردين وحده على وحده. ملي كيتقلى كتجي ديك البصله داك السردين شابع بنه البصله وبنه البزار والقزبور، وكتجي بنينه احسن من الفلفله. هانتوما شتي، هانتوما شتي كي كتجي. ولا عند كيلو راه كغديري، غير المهم هاد الطريقه اللي كندير انا راه كتجي زوينه، كتجي هاد البصله بنينه ملي كيتقلى. ها هما ربعه توينا، ملي شاطت ليا هاد الوحيده انا غنديرها غير هكا وغنطوي على جوج. شتي ها هي، نطويها بحال هكا شتي، ونحطها بحال هكا ملي شاطت ليا. ودابا ملي غنبدا نقلي فيه هانتوما غتشوفوا. من بعد ما درنا السردين وحده على وحده بالبصله وداكشي ورقدناه، خصو هو يجلس فيه شي ربع ساعه تاع البصله باش ديك البصله تشرب مع داك السردين في وسط منو. احنا دابا شعلنا المقله ودرنا فيها شويه تاع الزيت، وحنا غنمرمدوه بشويه تاع الدقيق باش ما يتفرتتش لينا، وما خصكمش تبقاو تهزوا تحطوا فيه لان غطيح لكم البصله من الوسط. هانتوما هاكا، يلا بسم الله على بركة الله. هانتوما دابا بحال هكا باش البصلة تبقى تابقة الوسط ما طيحش، دابا بحال هكا ماشي تبقى تهزو بحال لاخر، باش البصلة تبقى تابقة لينا وسط السردينة. هانتوما شتو تقلات على البصله، هانتوما شتوها، ها هي البصله والقزبور
كتجي على مزيناتو، وجربوه نتوما غتشوفوا بالصحه والهنا. وما تنساوش تشاركوا معنا في القناه وديروا لايك. جيم جيم، الله يجازيكم بخير.